الرئيس السيسي يواجه الحكومة والبنك المركزي بالاستمرار في خطط وجهود توفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة. خلال استقباله وفداً اقتصادياً كويتياً، الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت استغلالاً للفرص الاستثمارية بكافة القطاعات. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بتحضير الاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ كوب 27 التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والإجراءات ذات الصلة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وذلك لمتابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة. وقد استعرض السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالمي مؤخراً، وذلك للتعامل مع التداعيات والتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما يستتبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للمواءمة مع تداعيات تلك الأزمة، موضحاً تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة وجهود توفير مستلزمات الإنتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة. وقد وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة، مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة، مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية. خلال استقباله وفداً اقتصادياً كويتياً، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً اقتصادياً كويتياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى شقيقيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، معربا سيادته عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت. أهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر، سعداء بوجودكم في بلدكم ومتشرفين بكم، بنرحب بكم، وأنتم عارفين العلاقة الطيبة جدا جدا بين مصر والشقيق الكويت على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي، ده تاريخ ودي علاقة احنا بنسعد بيها وبنتشرف بيها وبنفخر بيها. أيضا
في فرص كويسة في مصر، وإحنا بذلنا جهد خلال السنين اللي فاتت ديت عشان لو إحنا بنتكلم على استثمار حقيقي يبقى جاهزين كدولة لهذا الاستثمار. يعني لما يكون في حد سواء كان مستثمر أو شركات عايزة تشتغل أو ده، كنا مهم أوي إن إحنا نجهز الدولة المصرية لذلك. ثم الفرص الاستثمارية اللي موجودة، إحنا بنتكلم في بلد قوامها دلوقتي 104 مليون وبتزيد تقريبا كل سنة 2.5 مليون، ده سوق كبير. وبرضو نفس الكلام، إحنا لنا اتفاقية تجارة حرة مع كل إفريقيا ومع أوروبا وحتى مع منطقتنا العربية، وبالتالي ده أيضا فرصة أخرى للنفاذ المنتجات المصرية أو اللي هتصنع في مصر يعني إلى هذه الأسواق. يعني البنية التشريعية اللي موجودة بنية حاسمة وحاكمة، وفي إرادة حقيقية للدولة إن هي فعلا يعني تحمي وتحافظ على استثمارات كل المستثمرين. في النهاردة الرخصة الذهبية، يعني احنا بنقول ده عشان نبقى برضو ده واضح بالنسبة لكم، لان دي كانت نقطة من النقاط اللي بتعمل عرقلة وبتضايق اي مستثمر انه يجي يشتغل يلاقي الموضوع بياخد وقت طويل جدا. ويبقى النهاردة بنتكلم على هل البنية الاساسية جاهزة ولا لا. نحن لدينا بنية اساسية متطورة في الدولة دي بكل ما تعنيها هذه الكلمة. خلال 8 سنوات احنا عملنا إعادة تأهيل لقدراتنا في وتطوير البنية الأساسية للدولة حتى تستطيع أنها تبقى أرضية حقيقية لأي استثمار في مصر أو لأي تنمية، مش استثمار بس، أي تنمية عشان نعملها كان لابد أن يكون فيه طاقة. وأنا بقول لكم لا عندناش مشكلة طاقة لا في الكهرباء ولا في الغاز بأي كميات لصناعة داخل الجمهورية. ثم كل القطاعات متاحة، يعني كله متاح يشتغل فيه. المواني احنا بنقول 72 كيلو أرصفة، 72 كيلو في السخنة لوحدها أكتر من 15-16 كيلو بيتعملوا خلال سنة هيكونوا خلصانين. فده كل ده يعني عشان نجهز الدولة لو في شغل بيتعمل. يبقى حضرتك لو ليك عايز تصدر يبقى تلاقي مواني على البحر الأحمر، مواني على البحر المتوسط تقدر تخرج بها بشبكة طرق محترمة، بشبكة قطر كهربائي سريع محترمة تحقق ده. ثم طبعا الموانئ والمطارات وبقية الأمور اللي هي بنبقى محتاجينها في كمرافق أو كبنية أساسية. فأنا برحب بيكم، أهلا وسهلا، سعداء أن أنتم موجودين في مصر بلدكم، أهلا وسهلا، شكرا. أعربت جورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا عن شكرها وامتنانها لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزها في الانتخابات العامة الإيطالية. أكدت ميلوني استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط واستقرار حوض البحر المتوسط. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار مختلف أوجه التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة استعداداً لانطلاق فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 في أبهى صورة تنظيمية تعكس حجم مصر وقدرتها على استضافة مثل هذه الأحداث الدولية الكبرى. جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع 11 للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27. من جانبه استعرض وزير الخارجية الرئيس المعين للمؤتمر سامح شكري نتائج المباحثات المهمة حول قضايا المناخ والتي أجراها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى الفعاليات والاجتماعات التي شارك فيها والمرتبطة بقضايا العمل المناخي. هذا وتتواصل في مدينة شرم الشيخ على قدم وساق الاستعدادات اللوجستية تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. للمزيد معنا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، هل لك أن تطلعنا على أبرز ما يتم الآن في المدينة من تجهيزات ومن استعدادات للمؤتمر إن شاء الله؟
نعم، تحياتي لك ريهام، تحياتي لك زميلي يوسف. بالفعل هنا من مدينة السلام من شرم الشيخ. شرم الشيخ دائما ما اعتدنا أنها تستضيف المؤتمرات الأكبر والأهم في العالم، ولكن هذا المؤتمر COP27 أو COP27، مؤتمر الأطراف الدولي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ. هذا المؤتمر ذو طابع خاص وخصوصا في مصر. مصر خلال الفترة الماضية دائما ما كانت تتوجه في جميع ربما المجالات في التوجه للأخضر أو مبادرات مختلفة للتحضر للأخضر، وأيضا عدة مبادرات عديدة وتوجهات مختلفة للعمل على التحول للطاقة النظيفة بشكل عام. اختيار مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام، لم يكن اختيارا عشوائيا، ولكن كان اختيارا موفقا بناء على تجهيزات واستعدادات ليس فقط لمدينة شرم الشيخ ولكن لجمهورية مصر العربية وللتفكير والتوجه بشكل عام. مدينة شرم الشيخ تتجهز وتستعد لاستضافة هذا المؤتمر في نوفمبر القادم. هذه الاستعدادات تتنوع هذه الاستعدادات بناء ببداية بالإنشاءات المختلفة، إنشاءات جديدة سواء خاصة بالفنادق، سواء خاصة بتجهيزات الطرق والميادين المختلفة، استعدادات خاصة أيضا ب يعني لافتات إرشادية للتوجه لأماكن استضافة المؤتمر، سيكون في مركز المؤتمرات الدولي هنا في مدينة شرم الشيخ. أيضا حتى وسائل المواصلات ستكون على قدر الإمكان، ربما أغلب هذه وسائل المواصلات والانتقالات داخل هذه المدينة ستكون أيضا استخداما للطاقة النظيفة، إما بالكهرباء أو إما حتى باستخدام الغاز الطبيعي. لذلك هو توجه بشكل عام لاستقبال هذا المؤتمر، سيستضيف بالطبع ما يقرب من 100 دولة سيشاركون في هذا المؤتمر. نتحدث عن أكثر من 60 رئيس وملك سيكونوا متواجدين داخل مدينة شرم الشيخ، وعدد كبير جدا من وزراء الخارجية والوزارات المختلفة. إذا تحدثنا ربما عن الوزارة الأهم المتخصصة في التغيرات المناخية ووزارة البيئة وما الذي يحدث على أرض الواقع، إما بتجهيز مدينة شرم الشيخ عن طريق زراعة الأشجار المختلفة وتجهيز المؤتمر وتجهيز عفوا المدينة لاستقبال المؤتمر بصورة خضراء بشكل عام. إذا تحدثنا أيضا بداية من المطار، مطار شرم الشيخ الدولي، فور وصول الوفود أو حتى فور وصولنا نحن لمدينة شرم الشيخ، كان هناك بعض الشباب المتواجدين أمام بوابة المطار ومعهم السيارات الخاصة لنقل كل من هو يأتي الآن للاستعداد للمؤتمر أو حتى للتسكين وللتواجد من قبل المؤتمر للتحضيرات. هناك وسائل خاصة لنقل هؤلاء الحضور لأماكن إقامتهم أو أماكن عملهم، وبالطبع هذه الانتقالات ستكون بالمجان عن طريق هذه ربما السيارات أو حتى الأوتوبيسات المختلفة الصديقة للبيئة. كان هناك توجه كما ذكرت وخصوصا مبادرة تتحضر للأخضر والصناعات المختلفة، إما صناعة الهيدروجين وإنتاج الهيدروجين بشكل عام هنا في مصر. إذا حدثنا أيضا عن المنشآت الخاصة والفنادق، هناك فنادق الآن تعمل وجاري تحضيرها لتتحول للفنادق الخضراء لتحصل على النجمة الخضراء. هذه النجمة التي تؤكد على أن هذا الفندق أو هذا المكان تحول إلى مكان صديق للبيئة ومكان أخضر، أي أنه يتم استخدام كل مداخل هذا الفندق أو هذا المكان لإعادة تدويره مرة أخرى بدون أي نوع من أنواع الانبعاثات الكربونية التي من الممكن أن تؤثر على المناخ. القارة الإفريقية بشكل عام ربما ليست أو الأقل من أقل القارات التي ربما لها تأثير سلبي على المناخ، حيث أنها الأقل في انبعاثات الكربونية الخاصة بـ أو المؤثرة على التغيرات المناخية. اختيار أيضا مدينة شرم الشيخ هذه المرة كان بالطبع يعني تم التنسيق له من قبل في القمة السابقة COP27 في جلاسكو،
وكان هناك ايضا في ذلك الوقت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تحدث عن ايضا وضع بعض الاليات للحد من استخدام المواد التي من الممكن ان تؤثر على المناخ، المواد الكربونيه مثل بالطبع الفوسيل فيولز او حتى المواد الحفريه المختلفه مثل البترول وغيره والفحم وغيرها، لتقليل استخدام هذه المواد في المصانع وفي أيضا جميع أنحاء المجالات المختلفة. هذا أيضا توجه مدينة شرم الشيخ بشكل عام، لذلك كان هناك حديث حول أهمية استضافة هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ خصيصا. إذا تحدثنا أيضا عن نقطة هامة وهي بالطبع التجهيزات الصحية، التجهيزات الصحية الخاصة بمؤتمر المناخ كوب 27 هنا في مدينة شرم الشيخ، هناك استعدادات خاصة إما بسيارات الإسعاف التي ستكون متواجدة طوال الوقت، أيضا الاهتمام ب التباعد على قدر المستطاع، هناك تجهيزات لهذه الأمور جاري العمل عليها بالفعل داخل إما أماكن استضافة المؤتمر والذي سيكون إما في مركز الدولي للمؤتمرات، سيكون عدة بالطبع يعني عدة نقاشات أخرى ودراسات أخرى في أماكن متنوعة داخل مدينة شرم الشيخ ليس فقط المركز الدولي للمؤتمرات. هناك أيضا نقطة هامة جدا دائما على هامش أي مؤتمر لمؤتمرات المناخ أو مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية الخاص بمنظمة الأمم المتحدة، هناك دائما ما يكون هناك تجمعات ووقفات بشكل عام لتعرب عن آرائها في التغيرات المناخية ومدى تأثيرها السلبي على العالم بشكل عام وعلى المواطنين في جميع أنحاء العالم. لذلك سيتم هنا تحديد منطقة عازلة ومجهزة ومؤمنة لاستقبال هؤلاء الذين يريدون أن يعبروا عن آرائهم بشكل عام أو يطرحوا أفكارهم بشكل عام بطريقة وقفات أو وقفات صامتة أو أيا كان الطريقة التي ستعبر بها هذه الوقفات عن آرائهم المتعلقة بالتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على المناخ. سيكون هناك منطقة خاصة وجاهزة ومؤمنة لاستقبال هذه الوقفات، ستكون قريبة أيضا من مركز المؤتمرات الدولي هنا في مدينة شرم الشيخ. ليس فقط هذا ما تستعد له مدينة شرم الشيخ، أي الانتقالات أو حتى المنشآت أو حتى الطرق أو حتى الوسائل الصحية، ولكن أيضا فكرة الابتكارات. هناك دائما في جميع المؤتمرات البلد المستضيف والبلد الرئيس لهذا المؤتمر دائما ما يعرض أفكارا ومبادرات مختلفة لتم تطبيقها بعد ذلك في محاولة كما ذكرنا للحد من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر بالطبع على التغيرات المناخية بشكل عام. لذلك مصر أيضا لديها أجندة خاصة سيتم عرضها داخل هذا المؤتمر أو على مدار أيام المؤتمر بالطبع، على أمل أن يتم توقيع أو الخروج بتوصيات يتم التوقيع عليها بالفعل من جانب الأطراف المشاركة للحد من الانبعاثات الكربونية. هذه نظرة عامة عما يحدث هنا في مدينة شرم الشيخ على أرض الواقع فيما يتعلق بالاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل. ولكن هذه الاستعدادات بالطبع سيليها بعد ذلك حضور المؤتمر في حد ذاته. الحضور أيضا ليس مقتصر فقط على الرؤساء أو مسؤولين في حد عينهم أو في حد ذاتهم متعلقين بالتخصصات المناخية والتغيرات المناخية، ولكن أيضا سيكون هناك خبراء يشاركون في هذا المؤتمر ليدلوا بأفكارهم ويدلوا باقتراحاتهم واستراتيجيات متنوعة ليتم وضعها على طاولة المناقشات. ولكن نعم. وأيضا لا يعني لا يقتصر ذلك على كريم بابرز مراسل التلفزيون المصري على هذه المتابعة التفصيلية الوفية، كنت معنا من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك. وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة كفر الشيخ، وأكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية لتخريج كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على خدمة وطنها.
نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية للسفير الياباني بالقاهرة لمحطة معالجة مياه بحر البقر، وأشاد السفير الياباني بالقاهرة بهذه الزيارة وما لمسه من دور تنموي هائل للقوات المسلحة، مؤكدا على أهمية التعاون والشراكة بمختلف المجالات بين مصر واليابان. قامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الأمني والمروري بكافة المحاور والميادين والطرق الهامة مع بداية العام الدراسي الجديد. مع انطلاقة عام دراسي جديد، كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين المدارس والجامعات، حيث وضعت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتحقيق مزيد من الأمن والأمان لجموع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. صراحة أول لما جيت ولقيت أفراد الشرطة نفسهم هم اللي واقفين على باب المدرسة في وجود أول يوم دراسي والطلبة والبيرنتس وناس كتيرة داخلة، ولاقي المنظر ده بصراحة يعني انبهرت، حسيت بأمن أكبر وحسيت إن الدنيا بخير أكتر وحسيت إن إحنا طالعين لقدام أكتر ومتشكرين، مش هنقول حاجة تانية غير كده. شكرا جدا ليكوا إن أنتوا واقفين وبتحمونا. الحمد لله لقيت الشرطة واقفة والواحد يأمن على ولاده في المدرسة، الحمد لله. ترتكز الخطة الأمنية على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس، بينها عناصر من الشرطة النسائية لبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور. وجود الأمن ممتاز جداً، وده بيدي أمان للأهالي كلها إن هي تبقى مرتاحة وتبقى حاسة إن هي في تواجد للأمن، بالذات أطفال لسه في سنين صغيرة كمان وبيحتاجون هم يحسوا بالأمان. كما تعتمد الخطة الأمنية على نشر الأقوال الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين لرصد ومتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة. دي حاجة كويسة جدا للولاد، أمان عليهم وهم بيعدوا، حتى عشان العربيات اللي بتبقى جاية مستعجلة، وأمان للأهالي نفسها، وكده الواحد يبقى مطمن عليهم أكتر. حاجة كويسة جدا أنا أبقى حاسة بالأمان للدرجة دي، يعني إن في شرطة موجودة بعيدة عن الأمن العادي اللي موجود في المدرسة، فدي حاجة بالنسبة لي مريحة جدا يعني. ومع زيادة الكثافات والأحجام المرورية مع بداية العام الدراسي، تم تكثيف الانتشار المروري بالشوارع والميادين لسحب الكثافات وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات، مع ربط الخدمات المرورية بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية على مدار الساعة وأماكن الزحام والتعامل الفوري معها. إحنا جينا الصبح لقينا الشرطة واقفة وموجودين، والحمد لله مخلين بالهم من ولادنا. مشاهد الوجود الأمني بمحيط المدارس والشوارع والميادين تتصدر المشهد في عام دراسي جديد، وتبعث برسائل أمان للطلاب وأولياء أمورهم، وتؤكد مدى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لبسط الأمن في ربوع الوطن. انتشار أمني فعال بمحيط المدارس وأمامها مع بداية عام دراسي جديد وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الداخلية في هذا الشأن، وهو ما يسهم في بث الطمأنينة في نفوس أولياء الأمور والطلاب مع بداية عام دراسي جديد. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تموينية بمضبوطات 113 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 6 أطنان، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط 97 طنًا. أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان حديد تسليح،
وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية، من بينها 64 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز والشعير، الأرز الشعير، تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 111 طناً. انطلقت اليوم أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والتي ستنعقد الثلاثاء المقبل. تستمر أعمال الاجتماعات على مدى يومين، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي ومشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2021، إلى جانب إعداد استراتيجية عربية حول سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية. فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عددا من مشاريع القوانين الاسترشادية وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن بلاده ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا مهما استغرق الأمر من وقت. وأوضح أوستن أن القوات الأوكرانية قامت بعمل رائع حتى الآن، وتمكنت من الانتصار في معركة كييف وأبلت بلاء حسنا في خاركيف، مشيرا إلى أنه بالرغم من تباطؤ القتال في منطقة خرسون إلا أن أوكرانيا تحرز تقدما. قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف يعتمد سياسة الباب المفتوح، وإن أي قرار بشأن العضوية يتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء. أضاف ستولتنبرغ أن أفضل طريق للرضي على إعلان روسيا ضم أجزاء من أوكرانيا هو مواصلة دعم كييف لمساعدتها على تحرير أراضيها. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلدة ليمان أصبحت خالية تماما من القوات الروسية. كان زيلينسكي قد أعلن أن جيشه الذي بات يسيطر على مدينة ليمان الاستراتيجية في شرق البلاد سيستعيد الأيام القادمة مدنا أخرى في منطقة دونسك التي أعلنت روسيا ضمها رسميا الجمعة الماضية. أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أربعة مشاريع قوانين بشأن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى مجلس الدوما. من المقرر أن ينظر مجلس الدوما في مسودة القوانين حول انضمام دوناسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا، ذلك إلى روسيا في جلسة عامة غدا. قالت وكالة الأنباء الروسية تاس إن موسكو ستجري انتخابات برلمانية في دونسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في سبتمبر من عام 2023. هذا وصدقت المحكمة الدستورية الروسية على وثائق انضمام دونسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا إلى روسيا، وذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية في هذه المناطق وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقيات الخاصة بانضمام هذه المناطق لروسيا. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في خط نورد ستريم يمكن إصلاحها، لكن الأمر سيستغرق وقتا وأموالا كثيرة. كانت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك، كما أعلن مشغل خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى ألمانيا شركة نورد ستريم إي جي أن الأعطال التي حدثت في ثلاثة خطوط لأنابيب الغاز البحرية في آن واحد غير مسبوقة، وأنه من المستحيل تقدير مدة تنفيذ الإصلاحات. يعقد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي محادثات في موسكو وكييف هذا الأسبوع بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا النووية. وقالت الوكالة إن غروسي سيواصل مشاوراته ضمن الجهود الأخرى الرامية إلى الاتفاق على منطقة أمان وأمن نووي حول زابوريجيا وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. وزير الدفاع الأمريكي يقول إنه لا يرى عملاً عسكرياً صينياً وشيكاً ضد تايوان. توجه الناخبون في البرازيل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد في انتخابات تشهد منافسة قوية بين الزعيم اليساري البرازيلي لولا دا سيلفا ورئيس اليميني الحالي جاير بولسارنو. وفي تصريحات له قال دا سيلفا إنه قادر على مساعدة البلاد للعودة مرة أخرى إلى قوتها وطبيعتها. قبل 4 سنوات لم أستطع التصويت، حيث تم احتجازي من قبل الشرطة الفيدرالية في يوم الانتخابات. بعد مضي 4 سنوات على هذه الواقعة، الآن أنا أدلي بصوتي في الانتخابات مع الاعتراف بحريتي الكاملة وإمكانية أن أكون مرة أخرى رئيساً لهذا البلد ومحاولة مساعدته على العودة إلى طبيعته. من جهته أدلى الرئيس البرازيلي الحالي جاير بولسونارو بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. في كلمة له دعا بولسونارو البرازيليين إلى المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن صوت الشعب يحمل أهمية كبيرة، وأوضح أنه تم العمل من أجل إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب البرازيلي. انتخابات رئاسية تشهدها البرازيل يتنافس فيها أبرز مرشحي البلاد، الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو مع مرشح اليسار الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ودعي أكثر من 156 مليون برازيلي إلى التصويت في البلد التي تقع في أمريكا اللاتينية. وفي 76 من عمره يسعى لولا دا سيلفا رئيس البلاد من 2003 إلى 2010، والعامل السابق في قطاع المعادن وصاحب المسيرة الاستثنائية لولاية جديدة ثالثة تؤمن له عودة لم تكن متوقعة بعد 4 سنوات من سجنه المثير للجدل لشبهات فساد. في المقابل تراجعت شعبية الرئيس اليميني المتطرف والبالغ من العمر 67 عاما بسبب أزمة كورونا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعاني فيه أكثر من 30 مليون شخص من الجوع، لكن بولسونارو ما زال مقتنعاً بأنه سيعاد انتخابه. وللفوز في الجولة الأولى يجب أن يحصل مرشح على أكثر من 50% من الأصوات المحتسبة. التوتر بين المرشحين كان ملموساً وسط تبادل لولا دا سيلفا وبولسونارو لاتهامات، ويبدو أن نقل السلطة قد يكون أكثر صعوبة في حال فوز مرشح اليسار لولا دا سيلفا إذا استمر أسابيع طويلة قبل تنصيبه في الأول من يناير. وفي هذا الإطار اعترف لولا دا سيلفا بمخاوف من حصول اضطرابات خلال الفترة الانتقالية لتسلم السلطة. يأتي ذلك فيما أعطى جاير بولسونارو إشارات عدة إلى أنه قد لا يعترف بالنتائج في حال هزيمته، ملمحاً لمخاطر حصول تزوير دون أن يقدم أي دليل على ذلك. We'll be right back.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه لا يرى عملا عسكريا صينيا وشيكا ضد تايوان. وأضاف أوستن أن الصين تحاول إقامة ما وصفه بوضع طبيعي جديد من خلال أنشطتها العسكرية حول الجزيرة. كانت زيارة لنانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان في أوائل أغسطس قد أثارت غضب الصين التي أجرت بعد ذلك مناورات عسكرية بالقرب من الجزيرة، واستمرت تلك المناورات وإن كانت على نطاق أقل بكثير. في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام ألمانية أن وفدا من 6 نواب ألمان وصل إلى تايوان في زيارة تستغرق 5 أيام تتضمن اجتماعات مع الرئيسة التنفيذية لتايوان ونائبتها ورئيس البرلمان. قالت مصادر إعلامية ألمانية إن هذه الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع الأمني لتايوان وبحث التطورات الاقتصادية والسياسية للجزيرة. تأتي هذه الزيارة بعد 2 شهر من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وما تبعها من إجراء الصين لمناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها. أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم نتائج هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي 3 من الفصل التشريعي 2، حيث تم انتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. في ثاني جلسات مجلس النواب بدور الانعقاد 3 من الفصل التشريعي 2، استهل رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة بإحالة 3 مشروعات قوانين وقرارات مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. وعقب إجراء عملية اقتراع داخل اللجان، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي التشكيل الجديد لهيئات مكتب اللجان النوعية وأسماء رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر لكل لجنة، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك. وحرص عدد من رؤساء اللجان النوعية المنتخبين على التأكيد على أن دور الانعقاد الجديد سيشهد مناقشة العديد من الملفات من أجل التعامل معها. شرفت بحصولي على ثقة زميلاتي وزملائي أعضاء لجنة حقوق الإنسان لدور الانعقاد 3 من فصل التشريع 2. ربما دور الانعقاد 3 سيتسم بالعديد من الملفات، فتح العديد من الملفات والتعامل خلالها الخاصة في إطار ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أيضا هناك حزم من التشريعات ستكون نتاج لعمل اللجنة خلال دور الانعقاد القادم. فخورة بالعمل في اللجنة دي 3 دورة لنا متتالية، وسعيدة ان احنا عندنا زملاء جديد انضموا للسياحة. السياحة ده مهم، يعني ملف مهم جدا اقتصادي ومن اهم الملفات في المرحلة الحالية، لانه بيضر عملة صعبة والبلد محتاجة العملة الصعبة دلوقتي. هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب على ان يعود للانعقاد في 16 من اكتوبر الجاري. أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل إجازة رسمية، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف. افتتح محافظ السويس عبد المجيد صقر مدرستي نجيب محفوظ بحي عتاقة والشهيد نقيب محمد عمرو الطاهر بحي السويس للتعليم الأساسي. وتفقد محافظ السويس الفصول والمعامل وحجرات الأنشطة والمصادر التعليمية، مشيدا بالجهود المبذولة لانتظام العملية التعليمية في بداية الدراسة والتجهيزات التي تمت لاستقبال العام الدراسي الجديد.
تعليم السويس طبعا النهارده اول يوم في بدايه العام الدراسي، عندنا ما يقرب من 180 الف طالب داخل مدارس السويس، الحمد لله انتظموا بنسبه كبيره جدا، عندنا 459 مدرسه انتظموا فعلا في الدراسه النهارده لجميع المراحل، تعليم فني وتعليم خاص وتعليم عام. طبعا احنا موجودين النهارده في مدرسه محمد، في مدرسه نجيب محفوظ. مدرسه نجيب محفوظ دي انشاء جديد بعدد 12 فصل 520 طالب وقاعتين رياضي اطفال 78 طالب. شهدت قرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ انطلاق يوم حصاد الأرز المنزرع بطريقة الشتاء الآلية، وذلك وهي إحدى طرق ترشيد المياه. يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود التي تبذلها الدولة لنشر الأصناف عالية الإنتاج من كافة المحاصيل. بعد أن أدخل مركز البحوث الزراعية تقنيات الشتل الآلي لزراعة الأرز في مصر، شهدت محافظة كفر الشيخ يوم حصاد الأرز بقرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ والمنزرع بالطريقة الجديدة. تلك الطريقة هي إحدى طرق ترشيد المياه، حيث توفر كمية من المياه تصل لألف متر مكعب للفدان، وتوفر كمية من التقاوي تصل من 40 إلى 45%. مشروع ترشيد المياه هو بيتوقف حسب طرق الزراعه واصناف الزراعه، فاحنا حاليا دلوقتي في عمليه التسطير. التسطير ده شيء توفير كميه كبيره من المياه، ان احنا بنسوي الارض بالليزر كويس بعد اضافه 100 كيلو سوبر فوسفات بين الحرتتين وبين الحرتتين، وبنجيب السطاره ونحط فيها 45 كيلو للفدان، وبنظبط السطاره حسب برضو مسافات الرز، اذا كان 77 بنزرع على 15 سنتي، اذا كان 108 او بنزرع على 20 سنتي. كما تتميز طريقه الشتل الالي بتوفير الوقت والعماله، حيث تتم الزراعه باستخدام اعمال الشتل الميكانيكي لشتلات الارز في الارض. المشروع ده طبعا بيغطي المحاصيل الاستراتيجيه سواء قمح سواء رز سواء ذره. النهارده احنا بنحضر الحقل، دورنا كارشاد هو الارشاد والبحث جسد واحد. المحور الاساسي وعملنا الاساسي هو ان احنا الجسد ده هو او الارشاد هو الارجل اللي بتاخد النتائج البحثيه سواء كانت اصناف جديده او ممارسات وتوصلها في صوره ميسره بسيطه للمزارع. الارشاد الزراعي عندنا بيرشد الناس وكده، ونزل معانا عمل المساحات اول مره وحضر التصليح الليزر وحضر الكيماوي وحضر ده كلته وحضر الزراعه على التسطير وحضر كميه التجاوز. جبنا التجاوز من عند الارشاد. احنا هنا في محافظه كفر الشيخ المحافظه الاولى في زراعه وانتاج محصول الارز، يمكن الحمد لله بنزرع 244 الف فدان من محصول الارز. ده حقل من الحقول الارشاديه اللي احنا بنطبق فيها ممارسه ترشيد الميه. يمكن من الفوائد الكبيره في الممارسه الزراعيه ديت ان احنا بنوفر حوالي 1000 متر مكعب من الميه المعطاه للفدان. من جانبها تواصل محافظه كفر الشيخ جهودها لنشر أصناف عالية الإنتاج بكافة المحاصيل من أجل زيادة الإنتاج، وهو ما ينعكس على الدولة والمزارع في آن واحد. طبعاً احنا بنحتفل النهاردة بحصاد يوم حصاد الأرز. أهم حاجة فيه إنه في تكنولوجيا جديدة في توفير استخدام المية، بالتالي بتقلل الكهرباء، أيضاً أسمدة وتقوي جديدة. يعني هو دلوقتي بيستخدم نوع أطمع أن احنا في نوع كان في زيارة السيد وزير الزراعة الأخيرة، كان النوع اللي موجود سوبر 300، حاليا 108. سوبر 300 بيدي إنتاج أكتر، لكن 108 هو مدي برضو في الفدان إنتاجية حوالي 4 طن و800. هذا وتعمل الدولة على تنمية القطاع الزراعي من خلال استخدام التقنيات الحديثة والتجهيزات المتطورة، حيث يعد قطاع الزراعة إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي. ونتحول في نشرة التاسعة للتعرف على أهم أنبائنا الاقتصادية. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكراً يوسف عبدين، شكراً ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نحن
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا جديدا يتناول دور صندوق مصر السيادي في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتباره الذراع الاستثمارية الأهم في الدولة. كما أوضح المركز أن الصندوق وقع 10 اتفاقيات ملزمة لمشروعات خلال عام 2021 بإجمالي استثمارات نحو 525.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 44 مشروعا تجرى دراستها باستثمارات متوقعة ب 140 مليار جنيه في 7 قطاعات مختلفة. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية المنفذة في عام 2020-2021 بلغ 336.3 ألف وحدة استثمارية باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه. وأوضحت البيانات أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقاً لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم في بداية جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات مدفوعة بمبيعات للمستثمرين العرب والأجانب مقابل مشتريات المصريين. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 681.3 مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت أكثر من 2 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ففتح مؤشر إيجيكس 30 عند مستوى 9827 نقطة ليتراجع بنسبة 1.43% ويغلق عند مستوى 9687 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2250 نقطة ليغلق متراجعا بنسبة 1.47% عند مستوى 2217 نقطة. وفتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3188 نقطة ليهبط بنسبة 51% عند مستوى 3140 نقطة. أظهرت بيانات لوزارة التجارة بكوريا الجنوبية أن العجز التجاري وصل إلى 3.77 مليار دولار في سبتمبر الماضي متراجعا للشهر السادس على التوالي. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى تجاوز الواردات، وذلك لنسبة الصادرات، إذ ارتفعت الواردات بنسبة 18.6% عن العام الماضي، بينما زادت الصادرات بنسبة 2.8%. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام، لكن التسعة ما زالت مستمرة، نعود فيها لاستكمال ما تبقى مع يوسف وريهام. شكرا لك مصطفى. أعلنت السلطات المحلية في فنزويلا ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين إلى 13 شخصا. وأوضحت السلطات أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على 3 مفقودين على الأقل، مؤكدة أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في أضرار جسيمة بالطرق العامة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات بالبلاد. ما زالت موجات الطقس السيء تضرب العديد من الدول والعواصم حول العالم، فبعد الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان والمكسيك وغيرها من الدول، جاءت فنزويلا لتشهد حالة من الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق. السلطات في فنزويلا أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها إلى 13 شخصاً وفقدان آخرين مع صعوبة عمليات الإنقاذ، وتسببت الأمطار الغزيرة في إحداث أضرار كبيرة في البنية التحتية والطرق في فنزويلا، حيث كشفوا أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في إحداث دمار بعدد من ولايات تاتشيرا الواقعة غرب البلاد، فضلاً عن العديد من الأضرار في الطرق العامة وانقطاع التيار الكهربائي. وتحدثت السلطات عن أضرار في الطرق العامة وانقطاع التيار الكهربائي، كما أصبحت كاراكاس مركزاً لتنسيق عمليات الطوارئ استعداداً لهطول أمطار بمعدلات تاريخية هذا العام. منظمة الأرصاد العالمية تشير إلى أن بعض التنبؤات طويلة الأمد حتى عام 2023
تؤكد احتمالية استمرار ظاهرة النينيا والتي تمثل انخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع، وذلك في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي، إلى جانب تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار، وعادة ما تكون لها آثار عكسية على الطقس والمناخ، وهو الأمر الذي تعاني منه العديد من الدول حول العالم. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. نتحول مرة أخرى إلى مصطفى ميزار. إليك شكرا مصطفى. ريهام ديب وشكرا يوسف عبدين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولتنا الثانية، نستعرض فيها أحوال الكرة والملاعب محليا وعالميا. توج المنتخب الوطني للجمباز الفني للناشئات بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للجمباز الفني رجال وسيدات للكبار والناشئين بمدينة وهران الجزائرية، وجاءت الجزائر البلد المضيف في المركز الثاني لتحصد الميدالية الفضية، بينما أحرز المنتخب الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية. واصل فريق كرة اليد الأول بالنادي الأهلي انتصاراته في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تستضيفها تونس، وفاز الأهلي على نظير وفاق عين توتا الجزائري بنتيجة 36-17. يعد هذا الفوز هو الثاني للأهلي في مباراة الثانية بالبطولة بعدما انتصر بالأمس على فلاورز بنين بنتيجة 40-11 نقطة. حقق فريق مانشستر سيتي فوزا كاسحا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 6-3 في ديربي مدينة مانشستر والذي أقيم على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. يعود الفضل في هذا الانتصار الكبير لمانشستر سيتي إلى ثنائي الفريق إيرلينغ هالاند وبيل فودن، وسجل كل منهما 3 أهداف للسيتي والذي رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب فريق الفرق البريمير ليج، بينما تجمد الرصيد ومانشستر يونايتد عند 12 نقطة ليظل في المركز السادس. تعادل فريق إسبانيول مع ضيف فالنسيا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ومنح التعادل نقطة لكل فريق ليرتفع بذلك رصيد فالنسيا إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد إسبانيول إلى 5 نقاط في المركز السادس عشر بجدول الليغا الأسبانية. حقق فريق لاتسيو انتصارا كبيرا على ضيف سبيزيا كالاتشيو ب4 أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم، وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بفارق 3 نقاط خلف نابولي المتصدر، بينما توقف رصيد سبيز عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدينا الكرام، لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة، نعود لاستكمالها مع يوسف وريهام. شكرا مصطفى. أقيمت أكبر مسابقة للأبراج البشرية في إسبانيا، حيث حضر أكثر من 11,000 متفرج داخل حلبة مصارعة الثيران في مدينة تاراجونا شمال شرق البلاد للمشاهدة. أضيفت الأبراج البشرية إلى قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2010 باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية الكتالونية التي تمنح الأعضاء إحساساً بالاستمرارية والتماسك الاجتماعي والتضامن. وقد أقيمت أول مسابقة للأبراج البشرية في حلبة مصارعة الثيران في تاراجونا في عام 1932 وتقام كل عامين منذ عام 1970. والآن نتحول معا إلى أهم أنباء الطقس في نشاط التاسعة. نعود فيها مرة أخرى وأخيرة إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. من جديد شكرا يوسف وشكرا ريهام.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حر رطب نهارا على القاهرات الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على القاهرات الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 33 درجة والصغرى 23، يكون الجو فيها حار. في الإسكندرية 29 23 مائل للحرارة، في مطروح 28 23 مائل للحرارة، في بورسعيد 29 24 مائل للحرارة، في الإسماعيلية 34 21 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 33 درجة والصغرى 22، يكون الجو فيها حار. في العريش 29 22 يكون الجو فيها مائل للحرارة، في طابة 34 24 يكون الجو حار، في شرم الشيخ 36 27 ويكون الجو حار، وفي الغردقة 35 27 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 38 درجة والصغرى 25 ويكون الجو فيها شديد الحرارة. في أسوان 39 26 الجو أيضا شديد الحرارة، في الوادي الجديد 38 25 يكون الجو حار، في شلاتين 35 26 يكون الجو حار، وأخيرا في حلايب 31 28 ويكون الجو فيها أيضا حار. الآن متابعينا ومشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع هذه اللقطة، اللقطة الأبرز لهذا اليوم. نشط التاسعة انتهت، وهذه تذكرة بالعناوين.
الرئيس السيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي بالاستمرار في خطط وجهود توفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة. وخلال استقباله وفداً اقتصادياً كويتياً، الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع الكويت استغلالاً للفرص الاستثمارية بكافة القطاعات. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP27. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن برنامج التاسعة لازال يتواصل مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا يوسف؟ الحمد لله كله تمام. بص، المرة دي مش هجر شكلك، بس أنا بجد عايز أسألكوا سؤال. لو افترضنا إن الكرافات اللي أنت لابسها دي لقيتها في المحل صناعة مصري 100%، أنا أصلاً بشتري مصري. بتشتري بجد؟ بأمانة؟ ريهام، افترضنا إن الجاكيت الشياكة ده مصري، تشتريه ولا هتخافي وتقولي أصل؟ بالعكس خالص، انا بتبسط جدا لما بلاقي حاجه شكلها حلو ومصري جدا. امال ايه سر عقده الخواجه اللي بقت ماشيه كده بقالها بتاع 20؟ لا والله من ساعه ما اتولدنا. بس مصري مفيش داعي. لا والله اجيب بالعكس 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 خالص، يعني في اماكن بتبقى مصري وبتبقى احلى موديلات واحلى شكل ومختلفه وجديده وخامه احلى بكتير جدا من اي حاجه مش مصري يعني. طيب قلم جاف بلاستيك مصري 100%، قال لك ليه ما تكتبش وانا لازم اشتري الوهم وامسك قلم مش عارف سويسري فرنساوي بطيخي؟ يعني السؤال هو مش كله بيكتب بالظبط؟ طبعا. وكله بيمضي؟ هي عقده زي ما انت قلت، عقده صحيحه. نفسي يتمضي لي شيك، بس يعني مش كله بيمضي يعني. ما انا مش قادر افهم ايه المشكله في ده. زي ما قلت عقده، واحنا دورنا بقى ان احنا وبعدين هي مش فكره ان هو كله زي بعضه، لا هو فعلا المصري متميز جدا يعني. في حاجات لو بتتكلم مثلا على الملابس او كده، لا طبعا في حاجات وماركات مصري متميزه جدا على فكره 100% جدا، واذواق في يعني احلى حاجه يعني. انا معظم لبسي والله من المنتجات المصريه 100%. احييك يوسف والله العظيم. الا اذا جات لي حاجه بقى هديه من بره، ده موضوع تاني، لكن انا انزل اشتري بشتري مصر. والمثل قال لك انا غنيه واحب الهديه، وده معروف. مش كده؟ كل التوفيق. اشكركم جدا. شكرا يا ريهام، شكرا يا يوسف، ومعلش طولت عليكم حبتين. بالعكس. استاذنكم بقى، احنا نتوكل على الله ونبدا فقراتنا. السلام عليكم.